أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، اليوم أقدم لكم الفيلم رقم 14 عن الأسئلة والأجوبة. أتمنى أن تستفادوا من عنده ومن الأسئلة اللي أخوة المشاهدين والمتابعين يسألوني إياها. في البداية مثل ما عودتكم أقول على البلابل، اهتموا بيها، حاولوا لا تموت عندكم. مو هو يعني هوايتك بأنه تجيب بلابل هواية وتخليها وما تقدر تعتني بيها وتموت، لأنه هم وردتني هواية من الأسئلة، أجيب 6 بلابل، أجيب 17 بلابل ويموتون. جيب لك بلبل واحد، تعلم شلون تربيه، راح يكون عندك وقت إله أكثر تهتم بيه، يعيش عندك أحسن من تجيب مجموعة وتموت. فالبلابل البرية اللي عندكم حرام تخلوها بالأقفاص، لأنه تبقى وحشية ومن الصعب جدا أن تألفوها، تستفادوا من عندها يجوز بالأصوات مالتها. فأتمنى أن تعتنون بالبلبل، تطلقون سراحه وتهتمون بتثقيف الأخوة البقية اللي يريدون معلومات عن البلابل وشلون، ثقفوهم بأنه البلابل راح تنقرض قريبا، خلال 2 أو 3 سنين ماكسيموم مالها راح تنقرض. انتبهوا لهالشغلة اخواني، وحاولوا ان تطلقون سراح البلابل الوحشية وعدم صيدها، وقللوا من صيد الافراخ ان شاء الله على الموسم القادم، الموسم انتهى هسه. صحي تجارة حلوة وثمينة، لكن الثمن اللي راح ندفعه بعدين هو ثمن غالي، أضعاف ما راح نجنيه من ما ناخذها ونبيعها ونقضي عليها، الأغلبية تموت بالأقفاص. راح أبدأ وياكم هسه أعزائي بالسؤال الأول. أحد الأخوة يقول دير البلبل ما طول صار له هواي. عزيزي، الريش هسه موسم البلبل هو موسم تغيير الريش، شكو عنده ريش راح يموت او ذابل او تغيير بعض الريش، يوقع يطلع بمحله ريش جديد. الريش الجديد الصغار ينمو بالعجل، بينما ريش الجناح وريش الذيل يراد له وقت اطول. مو بس هذا، يراد له غذاء جيد، يراد له فيتامينات، يراد له كيلز، الكثير من الفواكه له حتى يعوض جسمه ما يخسره لإنبات ريش جديد. مكان ما ياخذ من قوة جسمه انت راح تغذي له وياخذه، فهم ينبت الريش بسرعة وهم يطلع نوعيته جيدة. تشوفون البلبل اللي راح يكون مثل واحد لابس هدوم جديدة مع العيد، شلون طالع هسه البلبل ورا ما توقع الريش مالته بهالموسم، راح يطلع له ريش جديد وحلو ملابسه، تشوفوه مثل ما رايح للعيد. تجيني هواية أسئلة، شلون أقدر أسوي البلبل أليف؟ أعتقد بالحلقة السابقة هم أجبتكم على السؤال هذا، إذا تستمر الأسئلة عندي. اخواني، البلابل الافراخ من عمر 12 يوم ممكن تاخذهم من العش وتربيهم، تعلمهم عليك، توكلهم بيدك، تشربهم بيدك، تلعب وياهم، تقضي وقت. وملاحظة مهمة، البلابل تفز بالعجل، تخاف من اي طقة، من اي حركة تقوم بها انت تشوفه يطير من عندك ويروح. حاول من هو صغير، هاي بصراحة الطريقة اللي أنا أسويها ويا البلابل مالتي، أخليه على إيدي أو أخليه على كتفي وين ما أتمشى بالبيت هو وياي. أول شي راح يتعلم البيت، ثاني شي أي حركة مفاجئة تصير راح يكون يعرفها، مو على غفلة راح تصير قدامه طقطقة، وقع شي تشوفه رأسا إذا أنت تمشي ومخليه بس وقع شيء بالقاع رأسا تشوفه طار خاف، بينما مرور الوقت راح يتعلم من عندك، يحس
يسمع الاصوات، المشي مالتك صعب، يعني انا انزل بالدرجه واصعد بالنزله يبدي يخاف مرتين ثلاثه، بعدين يتعلم من انزل الدرجه وهو على ايدي شيء طبيعي ما يخاف من عندها. فهو تدريب له، ايش ما تسوي له انت هو تدربه. بس ملاحظه مهمه وهواي من الاخوه يسالوني بها، ليش البلبل مالتي كان اليف وصار وحشي؟ تصير هواية وصايرة عندي هواية. البلبل شقد ما توكله وشقد ما تشربه من هو صغير، بس كبر وتركته وحده ياكل، مو بس هيجي تركته ما تلعب وياه، بعد ما عندك وقت، ما عندك مجال الا تقضي وياه، تلعب تطلع تلعب وياه، راح يبدي يتوحش. انا عندي بلبل هسه اللي هو مسويت له فيلم لاخ ان شاء الله راح اعرضه اذا الله راد، عن قصيته ظفره واخذت الدم من عنده الفحص الدي ان اي، هو اخوه هم يطلبوه من عندي، عمره شهر وعشرين يوم، الاكل كامل قطعت انا بعد كل شيء ما اوكله، الاكل كامل موجود عنده بالقفص، بس لازم يوميا طلعة ثلاث اربع ساعات اقل شيء بين فترات متقطعة، مو كلها برا ولا تخليه برا، لانه البلبل بهالعمر هذا يبدي يوسخ مكاناته هواية، طلعة عدة اوقات مختلفة. البلبل اللي عندي مخليه بقفص حديد، اليوم لاحظت بصراحة صار لي هالاسبوع هواية كنت مشغول، عندي اشغال دا اسويها، ما قضيت وقتي ولو ابني ياخذه يلعب وياه طلعه، ما قضيت وياه وقته هوايه، مو مجروح بالاحرى بس الريش الاسود الناعم اللي فوق المنقار مالته شفته واقع شويه من صبحه، لانه مني يشوفنا بالبيت يجي يوقف على الباب يريد يطلع، هو تعلم يكون برا، ويبقى لحد الان من الطلعه برا تلعب وياه، بعد ايش قد ما تخلي له اكل جوه هو يحب يطلع يلعب وياك، يمشي يجي على اشتافي يمشي يوقف العفو، وين ما امشي يجي وياي يلحقني للغرفة. فهاي هي الطريقة اللي تدربها. بينما البلبل الوحشي اعزائي من الصعب جدا ترويضه الا بوقت هواية تصرف له، وتصرف له صبر هواية. احد الاخوة لانه هم نفس السؤال كانت واجبت عليه بالفيلم السابق، يقول لي انا اقدر اروض البلبل الوحشي، فذكرت له جاوبته قلت له يا ريت تذكر لنا يا باجابتك لنا شلون روضت البلبل الوحشي وشلون سويته اليف معك، حتى انا هم اتعلم. ترى الانسان مو عيب عليه ايش قد ما يكبر ايش قد ما يتعلم يتثقف احسن له، مو اقول لكم انا اعرف كل شيء، لا استفاد من حتى انا لو طفل عنده معلومه وتفيدنا انا اتقبلها واستفاد من عندها. فقلت له يا اخي دزلنا معلومه عنها وهذا، فذكر لي بانه مشغول حاليا، يعني ان شاء الله بالمستقبل يذكر لنا اياها وانتم تستفادون وانا استفاد منها. احد الاخوه يقول على ما اظن ما دام توفر غذاء طبيعي وحشرات وحراره فوق ال 30 درجه يبقى البلبل ينتج. عزيزي ذكرتها بهم احد افلامي سابقا، البلبل كل ما تهيئ له جو اللي يشعر به مثل الصيف بدا عنده من الحراره من الرطوبه من زياده وقت الاناره، يعني وقت الشتاء تظلم بالعجل بينما الصيف يتاخر الاناره. فمثل ما شفتوا افلامي السابقه انا يعني عندي موقد الكتروني هو ينظم ينطفي الضوء ويشتعل بس حسب ما انا ابرمجه، بالصيف اخليه يشتغل بالستة الصبح اخليه يطفى بالتسعة بالليل لو تسعة ونص بالليل، بينما بالشتاء لا بالشتاء يشتعل بالسبعة تقريبا الصبح سبعة ونص وينطفي بالسبعة بالليل، يعني حدود 12 ساعة أو أقل من 12 ساعة بحاجة إلى ضوء بالشتاء،
لأنه حتى يشعر بأنه الوقت شتاء وما يتكاثر، بينما البنابل بوقت الصيف، لا وقت الصيف راح يكون نهاره طويل، يشعر بالحرارة موجودة، الإنارة عنده، الغذاء مالته جيد، وأهم شيء تطو المحافظات على التكاثر والفيتامينات. هاي الشغلات هي اللي راح تحفزه على أن يبيض. وذكرت لكم إياها مثلا سابقا، ولو أعيد بالكلام مالتي لأنه عايدة بأفلام قديمة، بدأ عندي نهاية شهر 12 2017 البيض، وانتهى بنهاية التاسع عندي، يعني قبل كم يوم كانت هي آخر البيوض اللي طلعت غير ملقحة. 3 بيوض كان عندي ونامت عليها 12 يوم، ما حبيت أروح أفحصها، وأنا فحصتها طلعت غير ملقحة. لذلك الأم راح تتعب والأب راح يتعب. الأم تتعب بأنه الوقت كله هذا، يعني ورمة بيض 12 يوم عندها تتعب توكل الأفراخ مالها رايحة جاية، هي والأب ورا ال 12 يوم من ناخذ الأفراخ مالها راح تبدي تتزوج من جديد وتلمعش من جديد، ورا 5 أيام من ما أخذت الأفراخ راح تبدي تبيض، أو 6 أيام ما يعني أكثر شي أسبوع راح تبدي تبيض من جديد، وهم راح تجي تنام على البيض 12 يوم ويطلعون الافراخ، وهاي حياتها. فهذا موسم الصيف كله ترى تعب للانثى، ما احبذ اي واحد يحاول يحصل على انتاج طول السنه، حصل لك على انتاج 7 شهور 6 شهور 8 شهور ما يخالف، بس خليها ترتاح كم شهر حتى تحصل على انتاج جيد، والفحل يكون جاهز للتلقيح، مو مثل ما حصلت عندي اخر البيوض كانت غير ملقحه. بالإضافة إلى زيادة الكلس، الأم بحاجة إلى كلس هواية وقت ما تبيض. ليش؟ لأنه قشور البيض والهذا شكو كلس بجسمها راح ياخذه يصرفه، فعظامها راح ترخى أو قوتها راح تصير أقل، فأعطوهم كلس هواية موسم التكاثر، وإن شاء الله تحصلون على بيوض جيدة ملقحة وأفراخ. يسألوني منين نحصل على الدود القبابي؟ والله يا أعزائي ما أعرف بالضبط بالعراق وين موجود، ترى بأغلب الدول العربية ما موجود دود القبابي، لا بالأردن ولا من لبنان ولا بالعراق، لأنه تجيني أسئلة من هالدول ما عندهم الدود القبابي. توفر على حسب ما أعرف بالعراق الفترة، وجتيني أرقام تلفونات وعرضتها، ناس اشتروا من عندهم بس وراها انقطع، هل خلص الدود القبابي او متوفر حاليا؟ اتمنى من يعرف اذا دود قبابي موجود باي مكان للبيع، خلي عرضه بقناتي، وعلى الاقل يستفادون الاخوه المتابعين والمشاهدين ويشتروا هالمنتوج هذا، وان شاء الله تتوفقون به. وهاي يسألوني الأقفاص الحديد مالتك منين نلقيها؟ والله أعزائي ما أدري، قسم قالوا لي الأقفاص مالك موجود من عندها بسوق الغزل ببغداد، أو أماكن سوق الجمعة ببقية المحافظات يجوز تلقوها، فما عندي فكرة بالضبط وين تلقوه من عندها، أنا مشتريها من الإي باي من الإنترنت. هواية تجيني أسئلة من أخوة متابعين يريدون يشترون بلابل من عندي. أعزائي سبق وأن ذكرت لكم أنا أعيش بأمريكا، وبلابل العراق هواية أفضل وأنشط من البلابل اللي عندنا هنا. أتمنى لكم الموفقية. السؤال الأخير ما أريد أطول عليكم، يقولون يريدون يعلمون البلابل شلون تطق جناح، يقولون طق مرة واحدة وفترة وانقطع، وبين فترات طويلة يطق الجناحات. أعزائي طق الجناح هي للبلبل شيء غريزي، مو أنت تجي تعلم له إياه بأي طريقة، أنت راح تعلم له إياه شو تسوي له الحركة حتى تعلمه يطق جناح.
البلبل بحالة مجيئك إلى وراء فترة، يعني من تجي تسوي لي أكل، وخاصة تحدث الصبح، أنا عندي بالأقفاص جوه، من أجي الذكور يجوا يرفعون جناحهم ويغردوا لي فرحانين، لأنه أجي راني ألعب وياهم وأعطيهم الأكل. فهاي الحركة الشيء سعادة البلبل هو هالحركة هذه اللي يسموها بالعراق طق جناح، وماكو في الطريقة تقدر تعلمها. وإذا أكو أحد الأخوان مجربها ومعلم البلبل مالته شلون يسويها، خلي يشرح لنا إياها ونتقبل أي شيء. في ختام هذا الفيلم أعزائي متابعي قناتي ومشاهديها، أشكركم لحسن متابعتكم إلي، وأشكر مساندتكم، وأشكر الأخوة اللي هواية دي يشكروني على قناتي وعلى الأفلام. كل هذا يعطيني زخم بأنه أقدم لكم الأكثر والأكثر، وإن شاء الله تكون قناتي عند حسن ظن الجميع وتستفادون من عندها. وادعموني أيضا بالشير، بالمشاركة وباللايكات، حتى أحصل على رضاكم ورضا اليوتيوب بأنهم متابعيني دي يسووا لي لايكات هواية ويحبون قناتي. واشكركم ودمتم في رعاية الله.